رجعتلكن بفيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بيك اكس تي، واليوم طبعا يا جماعة نزل تحديث جديد. اليوم رح نستكشف ايش نزل فيه وكثير اشياء. فبس قبل ما بلش طبعا هذا الفيديو، ما تنسيكوا تشتركوا بالقناة كمان، او احطوا كثير لايكات للفيديو. كمان ما تنسيكوا تشتركوا بقناتي الثانية إسراء فلوجز، رح تلاقوها بصندوق الوصف. وبس يلا هلا بينا انه نبلش. فا اوكي، انا الصراحة لساتني ما شفت اي شيء عن هذا التحديث الجديد، يعني ما بعرف ايش نزل، فرح نستكشف انا وياكم. اوكي، اول شيء خلينا نروح على المكان تبع هيك الاشياء الجديدة. اوكي، نفس الصور تبع هذيك يعني قبل ما نحدد اللعبة. اوكي اوكي اوكي، تمبل هاوس. اوكي، ما موجود ولا اشي هون مكتوب، فلازم احنا نستكشف. اوكي يلا بينا. اوكي، فانا هلا عم حاول اعرف يا جماعة ايش ضافوا بهذا التحديث، بس ما بقدر جايز اعرف من جد، كثير صعب. فيلا هلا نروح نستكشف جايز. اوكي، عم لاحظ تغيير جايز بالمدينة، عم لاحظ تغيير، عم لاحظ تغيير. اوكي يلا نروح. لو بتلاحظوا انه اللعبة اختفت، او ماي جاد، اللعبة اللعبة اللعبة، اللعبة اللعبة جايز، اللعبة يا جماعة. اوكي اول شي خلينا نشوف هون جزيرة، عشان هاي هي جزيرة، جزيرة التحديثات. ما موجود ولا اشي جديد. طيب ايش ضافوا جديد؟ اوكي حنستكشف بهذا الفيديو. صرت. اوكي اصلا كان بدي اجي على مدينة. المهم، لو لاحظتوا جايز انه بالشاطئ اختفت اللعبة تبع الايموجيات. ليش اختفت؟ وين راحت؟ كانت هون موجودة يا جماعة، بتتذكروا صح؟ بس هلا مو موجودة، ما بعرف ايش صار. في تغيير كمان، جابوا هون الصناديق. معقول في صندوق جديد؟ لا ما في ولا صندوق جديد. طيب ايش صاير؟ ليش هون حطوا الصناديق؟ تمام خلينا نشوف هون جنب ريبوت. اوكي ما في ولا تغيير. لازم نشوف الباقات، هل في باقة جديدة؟ لا ما في. طيب ايش صاير؟ المفروض تكون هون، هون ما في اشي، هون ما في اشي. اوكي اوكي خلينا نستكشف اكثر. ايش ضافوا جديد؟ ايش ايش ايش؟ اوكي البنت راكبة وراي بتقول او ماي جاد. ليش او ماي جاد؟ رح اعمل هيك ابتسامة وبس. اوكي اوكي، اعتقد هي كمان مصدومة من الاشياء اللي صاير في بيك اكس تي، وبدها تركب معي بالدراجة عشان تستكشف. اوكي هلا طبعا قرأت كثير تعليقاتكم بتقولولي في بدلة جديدة، فيلا نروح جايز ونشوف هل في بدلة جديدة هون. اوكي ما موجود ولا بدلة هون. طيب معقول في لبسة جديدة هي؟ اوكي يا جماعة طبعا انا حاليا بالكمبيوتر عشان اشوف الاشياء اللي ضافوها. وليكو يا جماعة، او ماي جاد، طبعا ضافوهم بوابة جديدة. او ماي جاد، طبعا ما ظهرت لي بالموبايل، بس طلعت لي باللابتوب او بالكمبيوتر او ايش بتسموه. فليكو جايز، او ماي جاد، واو، شوفوا هون طبعا طالع هيك كأنه بوابة، كأنه بتخلينا نشوف اللعبة الجديدة اللي انضافت. بس ليكو ما فينا نروح نلعب عليها، ما فينا نلعب فيها يا جماعة. بضغط على هذا الزر بس ما بتخليني. وليكو كأنهم في كرة سحرية بتخلينا نشوف اللعبة. شفتوا جايز كثير بتجن. ليكو فيها آدمن قاعد عم يركض، ليكو فيها الصورة تبع الآدمن ها عم يركض وهيك، وكأنها البدلة هاي بتنقلنا على هذاك العالم تبع اللعبة، بس بالموبايل، بس بالكمبيوتر هلا، بس بالموبايل. اوكي بس هلا اللعبة لساتها ما نزلت، فأعتقد لما رح تنزل رح يعمل نفس هذا الإشي. بس هلا هي بابا ما عم تطلع لنا بالكمبيوتر، يعني بتطلع لنا بس بالكمبيوتر مو بالموبايل. والمشكلة أنا بالكمبيوتر لما نضغط على هذاك الزر ما بتودينا على اللعبة اللي أصلا لسه ما نزلت. وأصلا اللعبة ما رح تكون جايز موجودة بالكمبيوتر، طبعا اللعبة بس للموبايل وبس مو باللابتوب. فأنا عم حاول أدخل على البوابة بس ما بيخلوني. وليكم في كمان أغراض كأنه كوينز، أشياء كثير كثير بتجنن عن جد، إنه كثير كثير واو. على فكرة إضافوا كمان هيك بدلة جديدة اللي فينا نشتريها بس بفلوس، فأحفظيكم إياها بعد شوي، يعني بس فلوس اللعبة، فتابعوا معي طبعا الفيديو للآخر. وبس طبعا هاي بهالكرة هاي السحرية كثير بتجنن، بتورجينا إيش يعني موجود هيك باللعبة وأشياء. المهم فطبعا البدلة يا جماعة هون موجودة، شوفوا هون بالباقات، بس انا ما عندي اياها، ما بتطلع لي لانه انا
اوريدي حاصله عليها. اوكي يا جماعه طبعا هلا رجعت على الموبايل وخلينا جايز او شفتوا جايز العالم كله لابس هالبدله هاي، صار الكل لابس هاي يا جماعه. فالمهم هاي البدله طبعا عاملين عليها تخفيض، انا طبعا اوريدي عندي يعني عندي هي هذه كثير بتجنن، تشبه بدله جليتش. رح فرجيكم الفرق، في هاي وفي رح فرجيكم البدلات اللي بيتشابهوا، هاي وهاي وهاي شوية وهاي وهاي. وين حتى مع جليتش؟ وين راحت مع جليتش؟ جليتش يا جليتش وين راحت بدلتي؟ انا عندي يا عندي يا وين راحت؟ اقسم بالله انه عندي يا ما بعرف يا جماعة والله وين راحت. شفتوا هاي هي هاي هي عندي يا هي، رح البسها وافرجيكم اياها يعني ورح اجربها معاكم. وبعدين جايز رح اورجيكم قد ايه تشبه البدلة هاي الجديدة. احنا عمر هيك الفريق هيك يا جماعة، الفريق ما بين هاي البدلة والبدلة تبع جليتش، يعني كثير بتشبهها كأنه تحصل على بدلة تبع جليتش بالمجان. فايب احس انه امنياتي بتتحقق، بتعرفوا ليش؟ لانه يا جماعة انه يا جماعة ف لانه يا جماعه زمان كنت عملت لكم، اتذكر كنت عم صور فيديو وعم اقول لكم اوه ان شاء الله هالبدله هاي ترجع رخيصه، لانه كنت بعمل لكم فيديو عن بديل لبست هيك انا انه بديل لبست الجليتش، وكنت عم ورجيكم انه هذيك البدله هي لبست البدله تبع جليتش يعني بديل تبعها، اقول لكم اه بتمنى انهم يعني يرجعوا هيك رخيصه عشان نقدر نشتريها. ويا جماعه هن اخذوها واو، يعني امنيتي تحققت. المهم هي بدلة جليتش، لما نضغط على هاي بينغلق هدول، شفتوا بينغلق بينغلق جايز جايز بتوقع بتنغلق وهيك بتصير من الفوق. شوفوا كيف كأنه منتزلج، شفتوا واو شفتوا هون جوا في المول. لما نجي هون بتكون موجودين. هلا خلينا جايز نغير البدلة، شوفوا او ماي جاد شفتوا كيف تشبه تبع جليتش هيكم. شوفوا جايز طبعا صارت بس بفلوس على فكرة، هاي البدلة صارت بفلوس، انا ما هون طلعت لي بس انتو رح تطلع لكم لو ما نكون حاصلين عليها، بس انا اوريدي عندي اياها عشان هيك يعني ما طلعت لي. بس يا جماعة صارت رخيصة بس بفلوس، هذا الاشي اللي قلتوا لي بالتعليقات، شكرا كثير لكم. كمان بحسابي هناك ثاني يعني رح شوف لهنيك ما عندهم اعتقد انه خلص رح تطلع لي يعني اكيد رح تطلع لي متأكدة. المهم وايش جايز هذا السؤال مطروح، وانت وين راحت هذيك اللعبة؟ جد ما بعرف يا جماعة. بس المهم هلا طبعا يا جماعة هاي كل كتير بتجن هالبدلة، شوفوا كيف شوفوا كتير تبع جليتش، شوفوا من لما بنضغطوا هون بنلاقيكم وليكم كيف بنتزلج الاشياء كثير حلوة. الفرق الوحيد هو الالوان وكمان الاشياء ما بتطلع، هذيك الاشياء اللي بتطلع يعني بدلة جليتش جايز بتطلع كثير نار، بس هيا يا جماعة ما بتطلع ولا اشي تخيلوا، بس يلا عادي. المهم فطبعا يا جماعة بس هيك رح خلص هذا الفيديو، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة واحطوا كثير كثير لايكات لهذا الفيديو، وبس باي.